عيسى هو آخر الأنبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان، قال إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة عليه رضي الله تعالى عنه: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وذلك أن أم مريم جدة عيسى عليه السلام لما حملت بمريم كانوا في عصرهم يعظمون المسجد أو المعبد، يعظمونه، ومن شدة التعظيم يأتي بعض الناس ويسخرون أنفسهم للخدمة في هذا المعبد، ينظفون، يخدمون المصلين، يخدمون العباد، هكذا فقط، لا يتزوجون ولا يكون لهم أي علاقة بالخارج ولا تجارة ولا غير ذلك، إنما فقط عبادة وخدمة للمعبد. فمن شدة تعلق أم مريم بالمعبد نذرت لما حملت أن الذي في بطنها أنه يكون خادما في المعبد، وهي لم تعلم بأن الذي في بطنها أنثى، ظنتها ذكرا. فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، أنا ظنيت أنه ذكر، يصح أن يوجد في المعبد لوحده ويخدم في المعبد ويختلط بالعباد، أنا ظنيت ذكر صار أنثى. قالت: ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. قالت: وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. ولذلك اختار الله تعالى مريم فلم يمسها الشيطان، ولم يمس ولدها الشيطان عيسى عليه السلام عندما ولد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم. متى ينزل عيسى بن مريم؟ لما يخرج الدجال، ويخرج الدجال كما في الحديث خلة ما بين الشام والعراق، فيخرج الدجال ويهرب المسلمون منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال